عندي تجربة الجيرانيوم اللي راح أشوف فيها البلانت سيل أندر ذا مايكروسكوب. عندي هاي ورق الجيرانيوم اللي هي الخبيزة، بدي أخذ الإبيديرمال سيلز اللي هي خلايا الطبقة الأولى منها وأتعلم كيف أحضرها. أول شيء بجيب عندي سلايد نضيف، بعدين بجيب ورقة الجيرانيوم بمسكها بمزعها بشكل على الجانب لحتى أنا تطلع عندي طبقة الخلايا هذه الرقيقة الشفافة. باخدها بالسكالبل بقصها وبحطها ثبتها عندي على السلايد. بعد ما اثبتها على السلايد عندي بدي اصبغها صبغة البلانت سيلز، باخد لها اسم الصبغة الايودين، بحط دروب اوف ايودين وبعديها عندي بكفر سليب نظيفة مثل ما تعلمنا المرة الماضية بزاوية 45 درجة وبرفيها وبحط وبثبتها وبحطها تحت الميكروسكوب وبشوفها على اللو باور والميديوم باور والهاي باور، ولازم أشوف الستوماتا والغارد سيلز والسلوال للخلايا النباتية.